السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. لاحظ هنا أنا switch port mode access. أوكي هذا، وهنا أنا ما يحتاج مود. يعني حنعمل switch port mode access، بعد ذلك switch port access VLAN 10. نجي هنا نعمل do show run init fa 1 على 1. Pa pa ra pa. Perfect. That's good. Double X, speed 10, and this is. Okay, هذا اللي احنا كنا نريده. Okay, العشرة سوينا لها assign. خلنا نرجع للسويتش 2. Okay, في السويتش 2 شو اللي اشياء اللي ممكن نعملها؟ هنا انا نعمل ال configuration conf t فلتكن init fa 1 over 1. لهذا انا قلت لك دائما نعملها 1 over 1. اوكي اوبنتو الفيلان 30، فيلان 30. اذا هنا حنعمل سويتش. اوكي سويتش بورت اكسس فيلان 13 مو 13 لايك 13 يس 13 VLAN 13 and WR لا تنسى WR لا تنساها، هذا ليس لك أي مشاكل. زين ننتقل للسويتش 3 conf t حيكون init fa 1 over 1 اوكي 3 اللي هو 20 1 over 1 enter switch port access switch port access نجد الرسالة switch port access VLAN 20 صح؟ 20 زين and وعندك هنا أنا WR. زين بهيك حالة أنا عملت الـ configurations وحفظتهم، يبقى علي أنه حرجع لي الـ switch 1. زين في الـ switch 1 شو الأشياء اللي أنا ممكن أعملها؟ خلنا ندخل على الـ configuration conf t وهنا أنا حنعمل init fa 1 over 1 لأن هذا الـ configuration أيضا ما عملناها اللي هو 1 over 1 مع الـ router. أوكي زين هنا أنا حنعمل لازم نعمل trunk SW TR END SW mode trunk speed 100% duplex full and this is great. زين هذا بالنسبة للراوتر. إذا خلونا نعمل هسا show init status tut 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 tut. Okay, هذا trunk it with full FA تمام. This is also تمام. Okay, and this is full. Okay. 11, 14, 15. And this is good. زين. Configuration seems good. ما عندنا مشاكل بيها. لو جينا ممكن أيضا نعمل شيء آخر. مثلا نكتب show VLAN minus switch بابارا. انظر كم هو جميل. زين هنا شو الاشياء ممكن لاحظ الديفولت هنا في عندك هذا all ported okay active great وفي عندك لاحظ الفيلان 10 فيلان 20 فيلان 30 this is perfect وثلاثتهم active seems good really good. زين لو ننزل اسفل شوية نعمل enter. Okay, this is VLAN
اوكي زين. انا في عدنا شوف النيتف فيلانس. اوكي ذس از جريت، ما عندنا مشكلة هنا. خلنا نعمل نجي المان. اوكي في هذا بالنسبة للسويتش 1. هنجي على سويتش 3. السويتش 3 خلنا نكتب شو انت او انت ترانك بوب 1 تو 1. اوكي 13 الفيلانس هذولا تمام متعرف. اوكي هاي بالنسبة لي السويتش 3. Then this is for switch 3. Don't need to hear angular show span spanning show spanning tree show spanning tree VLAN 1 brief apps brief. Oops. Show. شو المشكلة هالمرة؟ شون كاتبة. This is show. Okay. هنا بنلاحظ انت عندك الكوست 38. زين. لاحظ البريف يطلع لك بشكل ارتب كثير، يعني لو ما تستخدم البريف حيطلع لك بشكل يعني جنوني. زين شو راح نعمل هنا؟ خلينا نجي على نفسه هو السويتش 3. خلينا نشوف التايم ايضا 7 دقائق. خلينا نعمل هنا init سوري قبلها ip init brief خط ex una and assign. Okay, نسينا show. Show. Aha. Yes, manually. Okay, this is. خلونا نجرب الping. Ping to Ashra. 0.0.0.101. Let's check this one. I think احنا عندنا مصيبة. شوف التايم. اوكي بس خلينا نشوف البينج. خليكم معي ويا البينج لحد ما نشوف النتيجة. بس اتصور انه في مشكلة. اوكي خلينا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم. لهنا نقولكم مع السلامة.